السلام عليكم، مساء الخير. واشرب بروكا. اليوم غادي نديرو شي كيتات نضحكو شويه. هاد الايامات في رمضان كنسمع واحد الاشهار كيدوز في التلفازه، واحد الدري صغير كيسول بابا كيقول ليه بابا علاش كنتسناو حتى ليل 27 عاد ناكلو كسكسو. وبا كيتهرب ليه الجواب، قهرو مسكين، بابا علاش كان ليل 27 عاد كناكلو كسكسو. ملي قهرو مسكين قال لي شوف وليدي، قال لي حيت ماماك ما كتعرفش طيب كسكسو، ونتسناو حتى تجي جداك حناك هي اللي هي طيب لنا كسكسو. دري صغير كيسول ماماه، قال لها ماما، قال لها بغيت نسولك واش الملائكه كطير؟ قالت لي يا وليدي الملائكه عندها جنيوحات وكطير. قالت لي علاش كتسول؟ قالت لها حيت سمعت بابا الخدامه ديالنا كيقول لها انت ملاك. قالت لي يا وليدي غطير دابا 5 دقائق ما تبقاش في الدار. واحد استاذ في مراكش كيسولت في اخر السنه دابا كيسولوا التلاميذ، قال لي استاذ واش انا نجحت واش انا؟ ويقول لي انت نجحتي وانت نجحتي وتات نجحتي تنجحتي تات نجحتي تنجحتي تات نجحتي تنجحتي تات. قلبوا هذا خمر راكشيه كلشي نجح. الله ينجح الشباب ديالنا. هذاك الباطو ديال تيتانيك ملي غرق كانوا حارقين فيه شي مغاربه، وملي غرق واحد المغربي قافز سلك راسه، قال دابا تكى على واحد الفلوكه، قال دابا انا غادي نسلك راسي ويبقى فيه الحال. قال دابا حشومه كان شحال من مغربي مسكين حارق معايا، انا غادي نرجع نقود غير المغاربه والاخرين ينقود باباهم، وغادي بالفلوكه وكيبان لي طايحين في الماء وكيغوتوا. كيقول لهم باش خصو دابا يعرف المغاربه من الكور، كيقول لهم تيك شبيله، شي وحدين كيبقى يشوفوا فيه ما كيفهموا والو. تيك شبيله كيقول لي انت ماشي مغربي زيد. تيك شبيله واحد خينا قال لي تي ولا، قال لي طلع انت مغربي زيد طلع زيد. تيك شبيله كيبقى يشوف فيه شي واحد، تيك شبيله تي ولا خويا طلع. واحد القوي يسمعهم كيقولوا تي ولا كيطلعوا، ويجي قال لي تيك شبيله، قال لي تي 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 ولا، قال لي او داير خضرين وشاب وهادي يكون مغربي. قال لي ما قتلوني، قال لي تي ولا، قال لي بقى امك تما قتلوني راه ما حياوني. هذه واحد المراه مشات تسول، مشات واحد الشوافه مشات تسول على بنتها، قالت لي واش غتنجح في الباك ولا هذا. مشات عند الشوافه قالت لها شوفي لي واش بنتي غتاخذ الباك. هذيك الشوافه مع اميه مسكينه بقات كتضرب الكارطه، قالت لها بنتك غتاخذ الباك وغتولد معها جوج اولاد ولكن في الاخر غيطلقها. محمد دراتو درسها مشى عند الدونتيست، دخل الكلينيك ديال الدونتيست ولقى جوج بيبان، اللي غيحيد الضرسه اللي غيحيد السنه. قال انا ضراني الضرسه، ندخل مع الباب ديال الضرسه. دخل مع الباب ديال الضرسه لقى جوج بيبان، اللي غيحيد الضرسه الفوقانيه اللي غيحيد الضرسه التحتانيه. قال انا ضراني الضرسه الفوقانيه، ندخل مع الباب ديال الفوقانيه. دخل مع الباب ديال الفوقانيه لقى جوج بيبان، اللي غيحيد الضرسه بالبنج واللي غيحيد الضرسه بلا بنج. قال نحيدها بلا بنج ضرني، ندخل مع الباب ديال البنج. دخل الباب على البنج لقى جوج بيبان، اللي غيحيد الضرسه بالفلوس اللي بغى يحيد الضرسه فابور. قال هذه زوينه، نحيد الضرسه بالفلوس، اللي بلا فلوس ندخل مع الباب ديال بلا فلوس. دخل الباب على الباب ديال الفلوس لقى راسو في الزنقه. في الخطبه ديال الجمعه الفقيه ديال الجمعه كيخطب كيقول لهم خصكم الراجل يشوف المرأة ديالو واحد النظرة بالعطف والحنان ويعطيها الحنان ويشوفها بواحد النظرة جميلة جدا. واحد خينا مشي يطبق هاد المعلومة اللي قال الفقيه، دخل الدار وبقى يشوف مرته بواحد الحنان وبالعطف، وهي مرته قالت لي انت ما كتشوف فيا، كوني تفو على راجل كي داير ما عرفتش شتيني. هذا واحد الفار في رمضان مقطوع معربط ومحيح الفيران والطوبات ومعربط عليهم مزيان، تا سال داك التعربيط ديالو طلع واحد الشجرة وينعس، ضربته الفيقة ويطل ويلقى واحد المش كيدور تحت الشجرة ويقول ولاد الحرام ديك لاراوية. هادي واحد البنت جات حاملة، خرجت وما قالت لها شكون هاد الحمار يدير لك هاد الحالة ورينا هاد الحال. مشات هي وباها عنده، ملي مشاو عيطوا لي في التليفون، جا السيد في واحد البورش آخر ما كاين، والسيد باين لاباس عليه. إوا قال لهم شوفوا انا درت الغلط ولكن ما نقدرش الوضع ديالي دابا، انا ما مجوج ما نقدرش نتزوج ثاني مره اخرى، ولكن غنعوض بنتكم الا ولدت ولد غنعطيها مليار وفيلا، ولدت بنت غنعطيها فيلا وطوموبيل. نقص بوا قال ليه ولا ولدت توام جوج ولاد، قال لي غنعطي كل واحد مليار وفيلا وطوموبيله. نقص هو قال لهم ولا ما ولدت ولا خسر لا بنادم راه ما غنعوضكمش، باش بغيت نعوضكم. نقص با قال لي شوف اوليدي حاول معاه مره اخرى، حاول دريه باقا صغيره ومازال تولد
شي بنت مسكينه دايزه بان واحد الراجل كبير هاز واحد القفه ثقيله وهذه مسكين قالت لي با الحاج نعاونك. قال لها واخا بنيتي الله يرضي عليك. هزت مع ديك القفه غاده معاه وصلت عليه حتى للدار. قال لها شوف يا بنيتي الله يجيب لك شي ولد الحلال اللي يتزوج بك. وقالت لي ولد الحلال ولا ولد الحرام هيجي شي واحد يكون خدام يتزوج بيا احنا كرهنا. تبارك الله عليكم وتحيه لكل من كيشاهدنا على شوف تي في وموعدنا غدا ان شاء الله في نفس القناه. تبارك الله عليكم.